حبايبي شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم راح نسوي لكم تحليه رمضانيه وهي كيك عادي طبيعي، كيك هذا اللي نسويه عادي بالبيت. راح استخدم اليوم مو طحين دقيق مال الحنطه، راح استخدم دقيق مال الذره. شوفوا حبايب، موجود عندنا هنا هذا الشكل مال كورن ميسا فلاور مال الذره. راح استعمل اليوم بالفنجان، راح اقيس المقدار بالفنجان. راح اخذ 8 فنجان من الدقيق و6 من السكر و4 بيضات والبيكنج باودر والفانيلا، وراح اخلي بيه شويه من الكاكاو. اخلي بيه شويه من الكاكاو وهسه راح نبدي. نبدي حبايبي، راح نبدي اولا بالبيض. شوفوا حبايب، نخفق البيض. شوفوا حبايب، اذا تحبون بالخفاقه تخفقوهم، انا راح اسويهم بايدي اليوم بهالشكل. هسه راح اضيف لهم السكر. شوفوا حبايب، 1 2 3 4 5 وهذا 6. شوفوا هاي السكر، راح نفقهم بهالشكل. هسه حبايب راح نضيف لهم مي، 3 فناجين مي. وراح نفقهم مرتله. هسه راح نضيف الدقيق عند الفنجان. شوفوا حبايب، راح نضيف 8 فناجين، 1 2 3 4 5 6 7 8 وراح نخبطهم سوا. هسه راح نضيف البيكنج باودر. ضفنا البيكنج باودر والفانيلا وراح نخبط كلهم. راح اضيف له شوية ماي. اخبطهم بهالطريقة. شوفوا حبايب شلون تجانس الطحين ويا المكونات مثل ما قلت لكم. معلقة، 2 معلقتين طبعا حسب الرغبة انتو شو تحبون. وراح نخبطهم سوا ما تجانس كلهم الكاكاو والطحين والمكونات اللي حطيناها. شوفوا صار بهالشكل. راح نخليها بالصينية مال الفرن، انا الصينية مال الزجاج اليوم. راح اخليها شوية زيت، انا ما خليت بالكيك زيت على مود، من تخلون بالكيك زيت يصير مثل يتفحم هيجي، ما يصير طيب ابد طعمه، فنخليه بالهاي الصينية. شوفوا هذه مال الفرن، اذا تحبون الزينوب اي شيء انا راح اخلي فوقاته جوز، وجوز الهند همينة، يعني كثير مفيد وطيب. هذا شوية يعني ما ذرة الطحين يطلع شوية ثخين، مو مثل الطحين العادي. هسه حبايبي شوفوا بعد ما طلعته من الفرن وزينته بهالاشكال اللي هو الجوز وجوز الهند، راح اتذوقه. شوفوا هنا قصيته شويه منه، كلش طيب وروعه. وهذا خاصه يعني يفيد للي عنده قولون ما يقدر ياكل الطحن العادي، يصير عنده انتفاخ، يصير عنده اي شيء، فيستعمل دقيق الذره. هو كل الزين كل الزين للبطل. ولا تنسونا باللايك والسبسكرايب، ودمتم في رعاية الله وحفظه. باي باي.